عمر النجدي، عمر النجدي دخل منطقة الجزاء، عمر النجدي هو جون بيسقط بيدي ايه؟ بيدي ركلة جزاء قضى على المنطقة. سنوات مع نادي باري وراح حذاري من انتهاء الكرات، حذاري المتابعه، النرجي خطير، النرجي العرضيه استلام، انا بقول ممكن يا راجل يا سيد بالطبع يعني لصالح الفريقين في الدور الاول في الاسبوع الرابع عشر انتهى بفوز المقصه برباعيه. ها هي الكره هنا عمرو النكدي الى وائل فراج من الاسبوع 31، هذه كرة تلعب وبو جول 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 لها فرصة هدف التعديل، ترجع من النجدي، انطلاقة النجدي وسعيد مراد والثالث جول، يا سلام يتمكن المقصة ويسجل الهدف الثالث، كدنا التعادل أن نراه ولكن يرد المقصة من كرة عرضية ومن أسس الثالث مرة من قبل عمرو النجدي إلى سعيد مراد يسجل السعادة ويرسم البسمة على محيا إيهاب جلال وعلى فريق المقصة ومحبي المقصة وعلى الفيوم كلها. وكورة التمريرة هنا أبو بكر عبد اللطيف إلى النجدي السريع، أهداف المقصة بنفس الكيفية، أهداف المقصة بنفس الكيفية، كورة عرضية من النجدي دائما العامل المشترك وسعيد مراد أراد أن يسعد. زعلان أدي الكرة مع الشيخ على طول تروح الكرة لنجدي والنجدي الله 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 وهي رايحة بقول الله، أدي وائل فراج الله 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 وهي رايحة بقول الله وهي رايحة، إحنا بتوع ألعاب الهوا، إنما نجدي هرب ورافعها وفي ظل حراسة من سامح شوشة وكريم زكري يحط وائل فراج هدف جميل 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 جميل. وائل فراج في الدقيقة 26 بصم فين الدفاع يا عبد العام؟ احمد هو ايمن قال لما يأذوا رمضان اهو حته خرم وهاتوا خد، هتقولي بقى اوفسايد؟ لا يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا ايمن، ايمن عبد العزيز مش ايمن يونس، ايمن عبد العزيز نجم هذا اللقاء مع الشيخ، شفتوا هاتوا خد الجميله، لغوا لهم هدف قالوا لهم طب هنجيب الهدف الثاني وجاب احمد الشيخ. احمد انطلق ويسند على ابو المجد، المجد على الارض يحاول ميدو لورا لعبها حلوه يا حمد. بالنسبه لمصر المقصه نتابع كده مع بعض المباراه النهارده والفرص، صامو الاوكران هو اللي احرز الهدفين بالنسبه لنادي الجونه في الدقيقه 17 والدقيقه 39 في الشوط الاول، وفي اخر دقيقتين في المباراه احمد عبد الغني من ضربه جزاء سجل هدف مصر المقصه. ده عمر نجدي رقم 9 مع شريف رضا، وعمر طبعا من اللعيبه الحريفه جدا، واحده بالعرض خطيره جدا لقطب بصراحه، بيستضيفوا الاهلي والزمالك في وقت صعب جدا، وبطوله كاس مصر اتلعبت ومنتخب مصر كان بيلعب هناك والزمالك والاهلي في افريقيا وكل حاجه، ولكن يعني هم الناس طبعا يعني ما عندهمش مشكله ان هي من اسوأ الملاعب في افريقيا، ملعب فريق مكانة ريد ديفل وفرقه كويسه وبتلعب الكور الثابته كويس وعندهم لعيبه يعني حسب ما كابتن احمد حسام ميدو قال لنا، فان شاء الله يعني اول كوره ليجي اول ما نزل، وبعدين رجع في الهجمه عمل ضربه جزاء، بصوا اسلام صلاح رجع هنا اهو وهيعدي وعرقله لعمر نجدي وضربه جزاء، هي فيها شك ان هي من بره منطقه الجزاء مش من جوه، هي فيها عرقله ولكن التصوير مش مبين، بس احساسي كده بيقول ان هي من بره منطقه الجزاء. كابتن طارق يحيى عمل تغييرات في الشوط الثاني، نزل احمد عبد الغني مكان حسين حمدي، محمد الفيوم مكان ايمن عبد العزيز، وعمرو بركات مكان اوتوبون كولاتا. بالرفع رايته ادي واحده كده من بين رجل احمد حجازي سقاها كده عمر النادي منذ ان كان مع فريق الرجاء الرجلاوي ولا حتى نيه فجاتير. اذا عمر النجدي يسجل هدف، يلعب العرضيه على حدود خط 18 محدش مقابل، مره ثانيه عمر النجدي ياخدها لنفسه، اوبا تنفيذه عايز اوطى من كده شويه عمر النجدي، وادي عمرو جمال الغزال، عمرو جمال زي ما بيطلقوا عليه جماهير النادي الاهلي الصاعد الواعد
فتره كده بقى على دكه البدلاء بعد وجود بقى الغاني جون انتوي وملك افونا. النهارده كمان احمد عبد الظاهر خارج التشكيله حسن المقص. ادي مره ثانيه عمر النجدي هدف طبعا بيديهم ثقه مفيش كلام. فاول لمصلحة مصر المقص قريب من الكره عجيب لمحمود البنا. بكل كوره فاول بتلاقيه 2 3 متر قريب من الكوره. فاول لمصلحة عمر النجدي. اتلعبت على طول وحسين الشحات والهدف الاول. بركاتك يا شحات، الهدف الاول هو عمر نجد ولا ايه؟ الاثنين اللي بدلهم الكابتن ايهاب جلال ولا ايه؟ هنشوف ونتابع في العاده من جديد، لكن اللي عمل التمرير الحلو والاسيست الجميل حسين الشحات وربما عمر النجدي. هنشوف هاني سعيد يلعبها لحسين الشحات داخل منطقه الخطوره، عرضيه متقنه وغياب تام والنجدي سبحان الله سبحان مقتنيا. ادي عمر نجدي لهاني سعيد لعمر نجدي مره ثانيه. عدى عمر دخل كده في الزحمه في وسط واحد واثنين وثلاثه تدخل قوي من محمد ابو المجد. شوف اللعبه، شوف هدوء الاعصاب جوه منطقه الجزاء بيعمل ايه. ادي اللعبه يا هدوء اعصابك يا احمد يا سامي، هي دي تمريره الهدف، هي دي كلمه السر في الهدف. وشوف بقى ببطن رجله بهدوء اعصاب هنا بقى متوقع ان هي تعدي، متوقع ان هي تعدي، هيئ نفسه. الفيوم عمر النجدي. يا سلام يا عمر، ايه الجمال ده؟ ايه يا عم الروقان ده؟ ايه الهدف الثالث الجميل ده؟ لا معلم، عمر النجدي النهارده بيقول ان هو معلم كبير واحنا منه نتعلم. هدف ثالث من ركله جزاء حلوه، شكلها حلو، فيها ثقه كبيره من لعيب عنده ثقه ولعيب عنده مهاره. وهدف ثالث يمكن هو الافضل في شوط او الافضل في المباراه بشكل عام.
علشان يرفع الرصيد الى 3 اهداف في مباراة النهاردة، علشان يبقى مفيش حد احسن من حد. سيناريوهات يعني ممكن نتوقع ان نرى هدف اللحظات الاخيرة، فيها هدف ممكن، وها هي الكورة والنجدي ضاع. جول 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 جول